اليوم ان شاء الله بتكلم عن طبعا وانا العب اللي هو سبب زعل الناس بالانترنت. ليش الناس زعلوا وليش الناس قالوا خربوا اللعبه علينا وما ادري ايش سبب اللي هو عدم نزولها بالشرق الاوسط. وبرضه يعني اللي عنده اخوانه وشي زي كذا صغار ما يحاول انه يشغلها عندهم. فجاهز نستمتع مع بعض. انا البارحه وقفت هنا بعد ما نطوا من فوق نقول بسم الله. طبعا اللي ما شاهد البث هذا تسجيل من البث على تويتش. راح نتطرق اللي هو الموضوعين، موضوع اللغط اللي صاير وليش اللعبة سووا فيها كذا وليش وليش ما صار فيها جزء ثالث وإلى آخره. الشيء الثاني من راح الرجال، الشيء الثاني اللي هو سبب عدم نزول اللعبة واعتمادها بالشرق الأوسط، و يعني بحكم أننا مسلمين وبحكم أننا مسلمين وعرب تعرفون في اشياء يعني انه ستوب هنا ستوب لا حد يخربها هنا ستوب. في اشياء دين، في اشياء حياة، في اشياء اللي هو حرام المجتمع وكذا. زي ما مثلا بعض الناس يشوف اشياء في نتفليكس فيحاول يطبقها بالواقع وهنا المفروض ستوب. anyway اول موضوع طبعا ان شاء الله انه انتم عارفين يعني نفس قصة اللي هو بيست مدري The Beauty and the Monster اللي هي كانت بتنعرض بالكويت واللي هي من ديزني. بدي اذبحها حاقد عليها. تكفى تكفى لا تحرك تكفى تكفى لا تحرك تكفى لا تحرك تكفى لا تحرك. Anyway شركة اللي هو ديزني طبعا شركة ديزني كانت تعرض اللي هو بيوتي اند ذا بيست. المشكلة كان فيه يعني جيشت و whatever يعني فيه اللي هو ليزبيان وهكذا. فاضطرت الكويت انها الله يجزاهم خير انها ترفض عرضه بالسينما الكويتية. فأقول لك بعد ما رفضت الكويت سحبوا اللي هو من السينما اللي هو بيوتي اند ذا بيست. ما راح ينعرض انه في اشياء كلها بالادب عموما بشكل عام. حلو. نفس الكلام اخويانا هنا قاعدين يسوقون اللي هو يعني علم اللي هو الأوس الزح والليزبيان والشواذ in general. ايه ف ما ادري شلون صراحة ما شاء الله عليهم ربعنا يعني دروا ما ادري شلون دروا صراحة. رفضوا كل شيء على طول. ممنوعة تنزل بستور السعودي، ممنوعة تنزل بالمحلات، يعني منعوها من كل شيء. هذا اولا. ثانيا اللي هو اسمه اشهد ان لا اله الا الله. الناس زعلانه زي ما حبيبنا هنا زعلان بالبث انه ليش ذبحوا الشخصيه المهمه اللي هو جول الشايب اللي مع البنت اللي هي إلي. ليش ذبحوا ما ادري ايش يعني تقريبا القصة نفسها تقريبا انتهت في هالجزء. حلو. ليش انهيتوها في هالجزء؟ ليش ما نزلتوا او حطيتوا مثلا اجزاء ثانية؟ ليش ما حمستونا؟ ليش انهيتوا الجزء هذا وخلاص انتهى؟ انا لما انا ما لومهم صراحة الجماهير ليش؟ لانه ودك خلاص الحين لاست اوف اس انتهت وش في ثانية؟ بروح ارجع العب بريزنت ايفل. بريزنت ايفل كل ما لا تصير بايخة الأمان. وش بروح أسوي؟ يعني حرام أشوف جرافيكس زي كذا وقصة زي كذا تنتهي بجزئين بس.
هذا برضو من الأسباب اللي الناس زعلانين، أو اللي هو حرق القصة. أنا هو شخصيات مهمة في القصة. ما أدري بعدين، أنا لسه قاعد ألعب للحين، ما أدري بعدين هل بعد بتروح اللي هو البنت إيلي. All right, enough of this boat. ما أدري صراحة، You want to go see the rest of the fish zoo? فأنا قاعد أروح باك اند فورث بين الموضوع الأول والموضوع الثاني. إحنا مسلمين، إحنا عندنا حياة، إحنا عندنا في أشياء اللي هو الدين قبل كل شيء. وصراحة يعني كلنا عندنا إخوان، وكلنا يعني ممكن البعض منا يكون عنده، يكون أب، يكون مسؤول، فلازم تعرف الأشياء هذه. وللأمانة يعني من واجبنا احنا كجيمر او كستريمرز لازم الواحد يتكلم عن موضوع زي كذا، انه خلاص في بعض الناس ترى مو فاضي، خلاص يقول لولده انا ابغى اللعبة هذه، يعطيه اللعبة خلاص اوكي ام دان، هو يروح ينزل المحل يشتري اللعبة لولده وخلاص، ولده شايفها في اليوتيوب فيبغى يلعبها، فلما يشوف الاشياء والمقاطع اللي جوا يعني تو ماتش صراحة بالنسبة للطفل، تخلي الطفل يشوفها تو ماتش بالنسبة مو بس طفل، يعني خلينا نقول واحد عمره مثلا 16 17 يشوف الأشياء ذي. يعني قبل لا تشتري اللعبة يكون فيه اللي هو ايج، ويكون فيه حق العمر، وفيه حق ال شو اسمه شبه الله الريتنج حق العمر. لو تاخذ من وقتك خمس دقائق بس تعرف وش هو الريتنج هذا حق العمر، وتعرف صدقني ما راح تشتري العاب الاطفال. صح ان اللعبه عليها صخب، عليها اعلام قوي، ولدرجه انه في ناس يقولون هذا وش، هذا وش اللعبه وش الاعلانات حقتها. في النهايه لعبه منحرفه درجه اولى. او ماي جاد. anyway نرجع لموضوعنا. ان شاء الله الفيديو هذا راح ينزل. للأمانة على اللي شفته انا صراحة بالقصة، لازم لازم لو واحد من الجيمرز او واحد من الستريمرز يعني لازم يتكلم، لازم يتكلم. مو معقول المقاطع اللي نشوفها والاشياء اللي نشوفها والواحد يسكت عنها صراحة. اللي كنت خايف منه انا. اوه بغيت اطلب. ما ادري وش جاء. اسمع ايوه يب سحبت السلاح. I told you man. God damn it. Just stay out of my way. Oh my god. هذا انا ما اطيق هذا الكليكر، ما اطيقه. شوف ولا حطوا لك مكان عشان ما تدس عليهم قنابل. Take it. Eat it. Good, Sala. Good, All Sala. Right. Two down. Millions to go. كنا حاسة. Millions to go. Off this boat. Whoa! Whoa! والله يوم صدق.
تكلمنا عن اللعبة وعن ليش انها ممنوعة في السعودية او في الشرق الاوسط عموما، وليش الناس زعلانين في اللي هو في اليوتيوب او عفوا في الانترنت، لانه تقريبا انا ما شفت باقي في شخصيات يتحدثون ان انتهت قصتها وان اللعبة تقريبا او القصة ماتت بموت او قتل احد الشخصيات الهامة اللي هو جو. فهذا كان بثنا لهذا اليوم، كان معكم صالح من قناة سيتيوبر. لا تنسى تسوي لنا فولو في تويتش وبرضو سبسكرايبك ولايكك، ونشوفكم على خير إن شاء الله بمقطع آخر. السلام عليكم.